تابعنا كل الاتفاقات الأممية أو عدد المنظمات الحقوقية الدولية، هناك تقرير واضح لهيومن رايتس ووتش يتحدث عن وجود ما بين 250 ألف إلى مليون مغيب قسرا حصرا من المناطق التي كان يسيطر عليها داعش خلال العمليات العسكرية. نشرح هيومن رايتس ووتش كيف ضيف هؤلاء عمر 250 250 ألف إلى مليون إلى مليون. وثقت 30 منظمة حقوقية بعضها دولية مرصد الأورو المتوسطي منظمات أخرى ثبتت هذا العدد كم 50 ألف إلى مليون. قبل ذلك الصليب الأحمر أصدر بيان يؤكد أن العراق يحوي أكبر عدد من المختلين أصلا في العالم. هذه كل الأرقام تؤكد أن هناك سياسة اعتمدت ونهج اعتمد سواء من الجانب السياسي جانب متنفذ حتى جهات لها باع في القضاء ولها باع في الحكومة وهي متنفذة حتى تتمكن من إخفاء هذا العدد من المواطنين العراقيين. نعم. المشكلة هنا أن هناك غياب تام للدور الشعبي والدور النخبوي والاتجاهات المختلفة المؤثرة في الوسط العراقي، يعني حتى الحملات التي يطلق على مواقع التواصل الاجتماعي ونتابعها كصحفيين متابعين للملف العراقي لا يشارك بها كل غياب الشعب العراقي ولا يشارك بها كل المنظمات التي يفترض أنها معنية بحقوق الإنسان،